أيها المتابعون الكرام، أيها المستمعون الأفاضل بكل مكان، سلام الله عليكم رحمة منه تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير والمسرات في هذا اليوم، يوم السبت 11 من شهر مارس لعام 2023 للميلاد، ضمن هذا المنافسة وهذا المحفل الكبير وهذا المحفل التراثي في مهرجان أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. هذا المهرجان الذي حظي بدعم سخي من ولاة الأمر، دعموا هذه الرياضة بدعم سخي، فشكرا من القلب إلى القلب. أيضا الشكر للجنة المنظمة على هذا الميدان، على هذا التنظيم المميز، شكرا من الأعماق من يظهرون هذا التنظيم المميز بأجمل صورة بالفعل، فشكرا لجميع الرجال العاملة. انطلق شوطنا قبل لحظات وها هنا نحن نصل في هذا اليوم المخصص لسن الثنايا، لفات هنالك شعارات أبناء القبائل المتواجدة هنا على أرضية هذا الميدان، يوم الثنايا، يوم من خلاله نكشف خفايا وأسرار هذه الشعارات المميزة وهذه الذلل الأصايل التي تبحث عن المجد التليد. جائزة هذا الشوط سيارة نقدية تنتظر فائزا من بين هذه الأسماء. انطلق شوطنا عشر قبل قليل، مقدمة الأسماء، المركز الأول وتابع ريمة ريمة ريمة، مرحبا بالضيوف، مرحبا بأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، مرحبا بمن حضر، بمن أتى بميداننا، ميدان الشحنية، ميدان الجميع، يحضر مالك ريمة علي بن سالم الجزيع الكتبي القادم والمنطلق بينما الحضور في هذه اللحظات من المركز الثاني. أتابع الرباع عيد بن ساري بن بلوش المزروعي يقدم من حضوره، بينما المركز الثالث النقلة والدور للي حضر في هذه اللحظات مقدم لنا مكاسب حميد بن سعيد بن عامر بن حمد النيادي القادم في هذه اللحظات على المركز الثالث. ولكن الأسماء اللي تسللت في هذه اللحظات تقترب في هذه الأثناء هنا في مكان المنافسة ودائرة المنافسة، ألا وهي الخمس المراكز الأولى. أرى الحضور من الثرية علي بن محمد بن حمد بن حماد الشامسي يقدم لنا حضور الثرية من تسللت إلى المركز الثاني. المركز الثالث أتابع حضور شعاري بالكيلة يحضر ويقدم لنا الشايبة محمد بن سعيد بالكيلة العامري الحاضر في هذه اللحظات متسللا إلى المركز الثاني. التسللات في هذا الشوط في هذه الأثناء، المركز الثالث من الجانب الأيمن تقترب في هذه اللحظات ريمة علي بن سالم الكتبي. المركز الرابع شعار الثرية علي بن محمد بن حماد الشامسي، بينما خامسا اختم بهذا النداء شعار النيادي قادما مقدم لنا اسمه مع مكاسب حميد بن سعيد بن عامر بن حمد النيادي. هكذا ايها المتابعون الكرام عبر قناة الريان عبر موقع الابرقة اعلنت على حضراتكم الخمس المراكز الاولى المتواجدة في دائرة المنافسة من أجل السيارة يوم الثنايا، يوم المسافة الطويلة 8 كيلومترات. الله يا هذه الأسماء والله يا هذه الذلل الأصايل والشعارات المميزة التي لطالما عانقت منصات التتويج تتواجد في دائرة المنافسة من أجل السيارة، من أجل الانتصار،
مرة. الله الله، العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى المركز الأول. مالك الرباع عيد بن ساري بن بلوش المزروعي يقود المسيرة هنا على المركز الأول بشكل مميز وأداء ممتاز، بينما الحضور من الشامس وشعاره يقدم لنا ثريا علي بن محمد بن حمد بن حماد الشامسي على المركز الثاني. المركز الثالث الحضور في هذه اللحظات من ريمة علي بن سالم الكتبي مقدم لنا ريمة، بينما أحد الأسماء الحاضرة قادمة وخطيرة شعار النيادي يقدم لنا اسمه في هذه الأثناء مالك الوسمية السعيد بن منانة بن غدير الكتبي يقدمها لنا الشيبة في عز شبابه ينطلق المركز الرابع. المركز الخامس احضرت الشايبة بالكيلة حاضر محمد بن سعيد بالكيلة العامري القادم على المركز الخامس يقدم لنا حضوره في هذه اللحظات. الخمس المراكز الاولى اعلنت على حضراتكم في نداءنا الثاني، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط إلى ثريا علي بن محمد بن حماد الشامسي يقدم لنا ثريا على المركز الأول يبحث عن الناموس. وأي ناموس؟ ناموس يحمل اسم مهرجان أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. بينما من تنافس ثريا جنبا إلى جنب في هذه اللحظات الرباع عيد بن ساري بن بلوش المزروعي حضرت مكاسب حضر النيادي. يا سلام يا سلام، يقدم لنا حضور مكاسب احمد بن سعيد بن عامر النيادي، راحت 5 كيلو النيادي، باقي ثلاثة كيلومترات. ايضا حضر بشعار بن خموشة القادم مع الزود مظفر بن محمد بن خموشة العامري قدم لنا الزود، بدأ بالاقتراب اول ندى لمالك الزود. المركز الخامس احضرت وانطلقت الوسمية سعيد بن منانة بن غدير الكتبي، ولكن العودة الى النيادي وشعاره خطيرة هذه البكرة تنطلق مع مكاسب 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 احمد بن سعيد بن عامر النيادي بن خموش حاضر في هذه اللحظات يقدم لنا اسمه مع الزود حضر مظفر بن محمد بن خموشة العامري. المركز الثالث الرباع حاضرا عيد بن ساري بن بلوش المزروعي على المركز الثالث يتسلل الى المركز الثاني في هذه اللحظات، بين صراع ثلاثي مثلث ذهبي في هذه اللحظات من اجل السيارة. يا هلا الثنايا، بن حماد حاضر في هذه اللحظات مع ثريا علي بن محمد بن حماد الشامسي. المركز الخامس حضور هنالك شعار الوسمية سعيد بن منانة حضر بن غدير الكتبي، مع هنالك حضور وانطلاقة الوسمية سعيد بن منانة بن غدير الكتبي. أرى شعارات من خلف اقتربت بدأت تقترب رويد الرويد الرويدة، ولكن العودة إلى صراع إلى حوار ثنائي ما بين ثريا علي بن محمد بن حماد الشامسي. اتسلل الى المقدمة مقدما لنا اسمه مع ثريا المركز الثاني. الرباع عيد بن ساري بن بلوش المزروعي مظفر حضر بن خموشة. الله
من اللي وصلنا، من اللي حضر، من اللي قدم. مالك ترف عبد الله بن سعد بن بطي السباعي يقدم الأسماء. مرحبا بأبناء المملكة العربية السعودية، حضروا في هذه اللحظات، انطلقوا على المركز الأول. ولكن دير لبالك يا السباعي يا مالك ترف، حضارة الرباعة عيد بن ساري بن بلوش المزروعي، بدأت أحد معارك الثنايا من أجل السيارة. السيارة لمن من بين هذه الأسماء مع بوابة الكيل الأخير، الكيل الخطير. انطلق السباعي مع ترف عبد الله بن سعد بن بطي السباعي الرباعة على المركز الثاني. حضر مالك الرباعة عيد بن ساري بن بلوش بن براك المزروعي المركز الثالث. بن حماد الشامسي أرى أيضا اللي وصلت، اللي طلت قادمة ثرية علي بن محمد بن حماد الشامسي. ولكن الله يا هذه الأسماء، الله يا هذه الأسماء، الله الرباعة الوسمية بن منانة بن منانة بن بلوش بن بلوش يا بلشتكم بن بلوش، روح بن بلوش المزروعي بن منانة يأتي بالتاريخ، يأتي بالتاريخ بالإنجازات. انطلق مالك الوسمية السعيد بن منانة بن غدير الاكتبي، هذا اللي والله لطالما اسعد محبينه، راح بن منانة سلام بن منانة. الله يا سلام الوسمية سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي بطل هذا الشوط بلا منازع، اداء امتاع. سلام يا بن منانة سعيد بن منانة الاكتبي المركز الثاني. بشاير رشيد بن حمد الجبريل المركز الثالث، شعار العين خليفة بن خميس الخيال المركز الرابع، شعار الثريا علي بن محمد بن حماد الشامسي المركز الخامس، الرباع عيد بن ساري بن بلوش المزروعي ثاني. ألف مبروك لمالك الوسمية السعيد بن منانة بن غدير الاكتبي بطل هذا الشوط بأداء مميز وبأداء ممتاز ما شاء الله تبارك الرحمن. توقيت الزمني لحظة الفوز 12 دقيقة 34 ثانية 29 جزء من الثانية، هذا هو توقيت الوسمية. بينما المركز الثاني تهانينا لك يا سعيد يا بن منان يا بن غدير الاكتب المركز الثاني، شعار بن جبرين رشيد او رشيد بن حمد بن سليمان الجبرين 12 دقيقة 37 ثانية و 67 جزءا من الثانية. بينما المركز الثالث حلت هناك العين خليفة بن خميس الخيلي، توقيت الزمن 12 دقيقة 38 ثانية 27 جزءا من الثانية. ثاني نوف مبروك لجميع الاخوة الفائزين. شوطنا ينطلق وزميلنا كريبي بن جابر المري.